المناطق الحرجة واحد، موضوع النص على قانون الانتخاب من عدمه أهمها. لا خلينا نبتدي بالمواد الحرجة اللي هي فلسفة نظام الحكم. احنا هنبقى أقرب لنظام شبه رئاسي كما أتصور وكما أتمنى، ولا هنبقى أقرب لنظام مختلط يميل ناحية البرلمان؟ ايه الفرق بقى بالنسبة للي بيتابعنا يعني؟ ده هنا ده فرق مهم جدا، انك انت لابد انك انت في البداية تحسم من هو رأس السلطة التنفيذية. ولازم نبقى عارفين انه مفيش حاجة اسمها نظام كويس ياخد من كل نظام سياسي حتة، يعني انه الناس تصور كده ان في خلطه غير سحريه نجيب حته من البرلماني وحته من الرئاسي ويبقى هو ده يا جماعه هو ده بقى اللي هنطلع بقى فيه خلطه. ده دي الاساس لبناء نظام فاشل ومشلول. انا شخصيا منحاز للنظام اللي هو الرئاسي، شبه الرئاسي اللي فيه رئيس وزراء. الفرق بين الرئاسي وشبه الرئاسي انه شبه الرئاسي زي فرنسا فيه رئيس وزراء، لكن راس السلطه التنفيذيه يظل رئيس الجمهوريه. ومعظم الصلاحيات الأساسية والاستراتيجية والكبرى فيها مع رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب. النظم البرلمانية أو النظام المختلط الأقرب للبرلماني، أنا رأيي في الحالة المصرية ده بيتطلب أحزاب قوية، يتطلب ثقافة سياسية مختلفة. إحنا المشكلة عندنا مش إنه الناس بتتصور اللي كان عندنا أيام مبارك ده نظام رئاسي، أنا رأيي إن ده كان نظام استبدادي، ده ملوش علاقة بالنظام الرئاسي الديمقراطي اللي موجود في كل بلاد الدنيا. الحاجة التانية اللي هي لابد إنها تبقى في غاية الأهمية، ودي نقطة أنا أثرتها أكثر من مرة في اللجنة العامة، إن أنت محتاج قدر كبير من الاتساق والتجانس وأنت بتضع مواد نظام الحكم.